23 حالة الجديد جديد أبلع غا حيطاش حيطاش نتمدي مع 23 والمنع الأعرس جميع الحفلات تجمعات سكورشين جميع التجمعات الأعرس الحفلات إغلاق حيطاش نتمدي. لهذا السلطات المحلية لمدينة بنطيب تدعو الجميع باش كان التدابير الصحية من قد التدابير الصحية من عنا تونا تباعد تعقيم الكمامة تباعد كمامة تعقيم تباعد بالإضافة أنه الحكومة كإيش القرار الجديد انطلاقا يوم 23 إغلاق رحيطاش بالإضافة منع الحفلات للأعراس منع الحفلات للأعراس بناء النتائج مريضي الأرقام كورونا المخصصون علاش الإنسان يخصو يلتزم التدابير التدابير الصحية كانت الكمامة التعقيم التباعد أوي 50 دمية تنقل إما ديري جواز تنقل بناء خوني كي التلقيح ما ينسيناه أو رخصة تسلم السلطات المحلية الحظر الليلي بمعنى راح يتشكو شادي بالله إذا أن يوم 23 أي نهار الجمعة الأعراس ممنوعة حفلات ممنوعة تجمعات مشبكين ممنوعة علاش الوضع لا يمشي بخير الأرقام قعدت إذا المنايا خاطئة لهذا الإنسان باش يحافظ صحة الناس لأهل الناس سلام الدولة للتاسيس التدابير المحلية السلطة الصحية لمدينة بنطيب كباقي المدن ديال المغرب أن هذه الحملات تحسيسية علاش الأرقام كاع متطاسي ورد مخيفة مخيفة جدا من بعض الأيام يكون الأرقام قياسية علاش يوغان صافي خميت كيف الكوينات تون التعقيم تون التباعد تون لهذا السلطة تاخذ القرار منع الحفلات منع الأعراس منع جميع التجمعات حتى التنقل إما جواز التنقل أو رخصة التنقل تسلم للسلطات المحلية لهذا دعوا الجميع باش يلتزموا ثاني إخواني باش يمكن التلقيح حرس ما راح تتكم التلقيح أمر يقول ما يعجبش أمر خطير جدا غنمشي نزرى الجميع ما دول الشتاء عمود يزيد الفيروس الشبح يقساح ينق قرصن التزم التدابير الصحية حفاظا خاوم حفاظا في الأرواح نوم يوم الجمعة 23 السلطات على المستوى الوطني المكمل منع الأعراس حفلات التجمع لهذا ندعو الجميع باش نلتزم ثم نلتزم التدابير الصحية ألا وهي الكمامة التباعد التعقيم أمر خطير يقصص ما زال قائمة قرار جديد الريادة حيث التنفيذ يتصادف يوم الجمعة تنقل إلا بترخيص أو جواز تلقيح ثم قرار الإغلاق راح يطش تمدي بالإضافة إلى هذا منع التجمعات الحفلات أعراس لهذا طالب زي ساكنة مدينة بنطيب باش تلتزم التدابير الصحية الوضع لا يبشر بخير أرقام كاع تطاس خوفا زي شمتي كاسة
الإنسان يستدعي أن ينتبه أن الوضع خطير، أن يستجب، أن يلتزم تدابير صحية.